الخارجية تحذر من السفر إلى الدول الأوروبية المتأثرة بالحرائق. الحكومة النمساوية تتفق على عدم زيادة رواتب السياسيين. الداخلية تحسن ظروف التدريب مع الشرطة بحوافز مغرية. مطار فيينا يطبق إجراءات أمنية جديدة عالية التقنية. النمسا تسجل أكثر الأشهر حرارة للمرة التاسعة في 257 عام. رجل ينجح بمساعدة زوجته بالولادة باستخدام رباط حذائه. وعدد من النمساويون يفوزون ب 72 مليون يورو في نصيب أوروبا.